السلام عليكم، كي دايري؟ لاباس عليكم؟ ميمات دياولي صحاباتي، المهم سمحوا لي يا صحاباتي كنسبق الميمات، ولكن اختي راهو ما عمرت القناه. ضروري اختي كنسبقوا الناس الكبار. البركه ديال القناه ديالنا. كي دايري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. فيديو البنات صراحه من الصباح بديتو معكم الصباح، فقت بكري اليوم فقت البنات مع 8:30. ما عندي الصراحه حتى شي حاجه، الخير اللي غتويدوني بصبحينا عسى العطله هذه فين غتمشي اختي. اليوم عندي الروينه في الدار. مهم عنديش لا ما يتقضى، ما عندي التقضيه البنات، ما بقى عندي والو، حتى حاجه ما بقات عندي في الدار هاد الايام البنات. ما نكذبش عليكم، اختكم دنيا شاده غير واحد المانطا وجالسه ما مولفاش ليا غير ناعسه. ايوا يا اختي، نهار اللي طبغيت نطيب لقيت راسي ما بقى والو، حيت داكشي اللي كنعدي به انا وبنتي. مره كنجبد شويه الكفته نطيبها، مره شويه دلادان. المهم نهار اللي جيت للمعقول اختي، حيت حنا كنموت انا على الخضره، وحنا اختي الخضره هي كلشي في الدار. نهار اختي اللي نطلع معقول وجبت بغيت نشوف الخضره، لقيت الخضره ما بقاتش، الربيع ما بقاش، النعناع ما بقاش، كلشي يا اختي ما بقاش. هاد السيمانه اللي غبرت فيها ولا مع جوج السيمانات خرجت بعدا نتقدى، انواع ديال الديسير خرجوا، انواع ديال الخضره خرجوا، باش تعرفوا اختكم دنيا غبرت غير سيمانه على الزرقاء. نعازلت واحد السيمانه على العالم تصدمت. المهم هاد الصالون بعد ضروري حيت كنعسوا فيه، راه كتشوفوا والله البنات الا كنعس فيه، حيت جبت دوك السداد اللي في البيت الاخر فرشتهم ما ارتاحيناش. عرفتي البنات رطبين كنعسو عليهم كنجلسو عليهم زوينين هاد لي كانابي هادو. صافي ودابا البنات المهم سستهم بحال هكدا، ضربتهم بواحد المسحه مزيان، سستهم بالفوطه بعدا كنسوسهم مزيان بالفوطه. صافي اختي ونشطب ان شاء الله البنات. واش اخر بغيت نقول لكم شي حاجه بغيت نقول لكم نسيت شناهي، كنسى. المهم المهم كنسى ماشي مشكل فاخر. صافي البنات وغادي نخرج ان شاء الله نتقدى، وغادي نبان معكم دابا يا اختي نهضر معكم ان شاء الله يا ربي. واحد الفيديو البنات صراحه زوين، ما بغيتش نغبر عليكم. تعاليق ما شاء الله كيحفزوني، تعاليق فنين واعرين. عرفتي راه كندخل استوديو يوتيوب وكنقول الحمد لله يا ربي، كنحمدك وكنشكرك، هذا الشيء اللي بغيت. بارك عليا وبارك عليا عباد الله، ملي كتسولوا فيا ديما التليفون ما كيسكتش ما شاء الله، في الواتساب ابي الفيديو اوديوات في الواتساب ابي العاديه، ملي ما كنكونش طاقه كونيكسيون كنحمدك وكنشكرك. صراحه غادي نعين راسي البنات والله الا غنضرب راسي بالعين، انا عارفه راسي نضرب راسي بالعين، حيت قالك اول واحد كيضرب راسو بالعين هو داك الانسان، كنعينو راسنا اختي براسنا. ايوا اختي المهم صافي غادي ندير هاد لاناب هذا، كنديرو البنات مقلوب حيت الجهه الاخرى ما بقاتش عاجباني مكرفصه، واخا مصبناها وكلشي ولكن اللون ديالها مكرفص. صافي ان شاء الله دابا البنات غادي نبان معاكم ان شاء الله يا ربي. ما تمشيوش غادي نقول لكم صراحه. المهم دابا بعدا حيت الحمد لله غسلت المعينات، نقيت الدار كلشي، وريتكم كلشي، راكم شفتوا الدار رجعتها كتشعل، نقيت الدنيا الحمد لله، ودابا لقيتونا صحاباتي ان شاء الله غدا خارجه. ما بقى عندي والو صراحه هاد السيمانه بعدا، ما تقضيت حتى شي حاجه، كنمشي عند الغزال اللي حدايا كناخذ داكشي اللي غادي نقضي به داك النهار. ما بقات عندي لا بطاطا لا بصله لا دنجال لا فلفل لا حتى شي حاجه. الدجاج حتى هو بقات عندي ميكا وحده في الثلاجه هي اللي بقات بوحدها. صافي ما كاينش البنات النعناع سالا ليا، كنعمر اتاي بلا نعناع غير حيت ما قداش نمشي للمارشي. اختكم بحال رابطي ليا رجلي بسناسل وايديا بسناسل، واختي اليوم الدار قالت كويك كويك عباد الله، دنيا ما بقى فيا حتى حاجه، كاين الدقيق ولي باط هما اللي باقيين كيدورو اختي. واختي غنولي ندير لي باط في الغدا ولي باط في العشاء ولي باط في الفطور، ما جاتش ان شاء الله البنات. اليوم غادي نمشي هكا نتقدى داكشي اللي غادي يخصني ان شاء الله. الدجاج ما غاديش نتقداه اليوم، الدجاج ان شاء الله حتى الغدا. المهم حيت السيد اللي كنتقدا من عنده جارتي قالت لي راه ما كاينش، حيت انا السيد اللي كنتقدا من عنده كنتقدا من عنده جارتي قالت لي راه ما كاينش. المهم غنمشي ان شاء الله باش نتقدا داكشي اللي خصني كامل، وبعد ان شاء الله نجي ونكمل معاكم ان شاء الله النهار ديال اليوم. بعدا المهم راه فطرنا حيت البنات عيا فطر الحمد لله، فطرنا وداكشي كامل. بغيت نقول لكم شكرا بزاف لكم على التعليق ديال اخر فيديو، صراحه ما بقيتش حطيت البنات مليح، كنت غبرت 3 ايام وحطيت لكم فيديو. مع ديك 3 ايام البنات اللي غبرت فيها كنوقع لي فيها بزاف الحوايج، راكم راه عاودت لكم واخا ما عاودت لكمش التفاصيل. المهم الا كنت كنجري على قبل الوريقات كما قلت لكم عاودت لكم كلشي، وكاين في التعاليق صراحه اللي فهمني غلط، كاين اللي قال لي لا وسرق قيد راسك حاله مدنيه كاين هذا، لا البنات انا راني مقيده في حاله مدنيه ملي يلاه تزايت وكلشي. المشكله اللي كنت كنعاني منها ولحد الساعه لقيت مشكل وعرقانه، انا بغيت نصايب لاكارت جديده حتى واحد ما بغى يوقف معايا، حتى واحد ما بغى يتساعد معايا فيها، فصعيب الحاله البنات صراحه. لاكارت دابا انا درت كنيه جديده اللي شفتو اللي بدلتها وداكشي، فدابا خاصك تبغي تدوزي تبغيت اي بسط الحوايج في الحياه غتحتاجي فيهم لاكارت. فانا اللي ضربني في خاطري ان ما لقيتش البنت اللي حنفيه،
من بعد الله سبحانه وتعالى اكيد الله كيحنن فينا، الله كيبغينا، الله كي، ولكن الانسان كتقول لي انا في واحد المرحله صعيبه. انا ما كندويش عليكم وما عمري دويت عليكم، بس لانكم نتوما متتبعين كديروا معايا داكشي اللي قديتوا عليه مشاهده والبارطاج والدعم. ما كاينش اللي كيحس داك الاحساس اللي انا كنحس به. كنشوف الخطر قريب ليا، كنشوف الله يستر المرض من غدا بغي ندوز، كنشوف بنتي، كنشوف فهمتوا. فما كاينش اللي مسوق ليا، ما كاينش هذا. فبقى فيا الحال بزاف بزاف وماشي سهله البنات. ودخلوا عندي متتبعات الله يجازيهم بالخير اللي حسوا بيا وفهموني وقالوا دنيا ما كرهناش ندير معاك فوق ما تخيلي، ولكن الغلب راه كاين اللي قالت لي مسكينه انت انا راه غير كاريه كنت كنضاري نعطيك شهاده السكنه. بزاف الناس صراحه اللي قال لي والله دنيا غير كاريه نكون كنضار نعطيوها لك اختي، علاش لا؟ مالنا انت انسانه درويشه وكنعرفوك في اليوتيوب وما شاء الله عليك، بلا يوتيوب كنا كنعرفوك شحال هذه. الحمد لله ليا الشرف البنات، وانا متاكده ربي ما غاديش ينساني. واخا هاد العطله اللي دازت كنت غادي ندير فيها بزاف الحوايج، ولكن ما كتبت يد المساعده. وملي كنقول يد المساعده ما كنقصدش المستبع، باش نكونوا واقعيين انا المستبع ما عندي باش من حق غادي يعاونني، لانه مجرد متتبع مسكين كيدير معاك اللي قدر عليه. انا كندوي راكم عارفين، كنضره هضر بزاف وكندي نادمه. فان شاء الله البنات كاين اللي قالت لي عرفتي دنيا محامي، انت اصلا ربي اللي عندك بعدي من المحامي، ما عندكش فلوس المحامي غادي يريشك، لان المحامي راه من حقه هذيك خدمته قرا عليها ضرب عليها تماره فمن حقه يتخلص. فانا البنات صراحه تلفت 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 تلفت، كاين اللي قالت لي شوفي جمعيات، كاين اللي قالت لي هذا لحد لحد الساعه، لان توصل معايا البنات الدنيا جدرتي باقي ما درت حتى شي حاجه، اختكم باقا مبلوكيا. ان شاء الله حاجه واحده غادي ندير هي غادي نتصور، المهم تصور كتصور ديال لاكارت داكشي بقاو عندي كتب الله صايت ما خشاش ربط المصايب. فراه كيما قلت لي غادي نمشي للمحكمه عند وكيل الملك يا عند سميتو بلاتي غنقول هادو المهم هادشي غادي نشوف. والله ما عرفت انا تبيع تلفت، ولكن الحمد لله هادشي كله كيزيد يعطيني قوه في قوه. كنشوف انني كبرت بوحدي، تحاربت بوحدي، تكرفست بوحدي، وكبرت بوحدي، وانا دابا كنتحارب بوحدي. والحمد لله عمر شي واحد مد لي يد المساعده من الناس اللي كنت كنتمنى يمدوا لي يد المساعده. ما كندويش على قبل ما ندير اليوتيوب، عمر شي واحد مد لي يد المساعده ملي كنت صغيره، مع العلم كانوا عارفيني وكلشي، ولكن الحمد لله يا ربي. المهم اختي قولي كي جاتكم اختي الجليبيه، كي جاتك اختي الجليبيه، كي جاتك اختي الجليبيه. المهم البنات هاد الجلابه البنات لقيتهم البنات سولد في واحد المحل واعر، شحال اسعار؟ 99 درهم البنات، 99 درهم. وانا بس محتاجه جلابه هكا باش نبدل، راكم عارفين ما عنديش، عندي ديك الجلابه اللي كانت جابت ليا اختي خديجه مسكينه الله يجازيها بالخير. ولكن البنات دايره ديال الحضور وديال المناسبات وباقي ما نقصاش، لان طويله عليا بزاف والكحله حتى هي طويله عليا. كنت البنات غدا البارح ان شاء الله على قبل هادشي ديال الورق اللي قلت لكم، دزت من واحد المحل سميتو سميتو اكس مايل، واعر يا البنات واعر. عرفتي الجلابه كيفاش دايره؟ خطيره، ما عرفتش غتبان لكم ولا لا. شوفي اختي كيفاش دايره، فيها الفرفرات من هنايا، واخا طولت عليكم في الهضره ولكن قبلوا عليا، فيها الفرفرات من هنايا ها انت اختي. ومن التحت عرفتي اش نقول لكم، واعره. هاد الزويفه البنات كان عندي درتو ليها، شوفي اختي شوف بلاتي بلاتي، وسبحان الله غير دايزه. كتقول لهم شوفوا كاين الصوت جلالب اللي كانوا غاليين ولاو دايرين غير 99 درهم، راه مابقاوش فيهم. كل بياسه دابا البنات هاد الجلاب اللي كتشوفوا على جرالهم الصون، لان كل بياسه بلاتي بلاتي انا هوريت لكم الكاميرا باقي تابعني السوق وباقا كنهضر. يلا قلت لكم البنات دابا هاد الجلاب كل بياسه منها وحده، هاد البياسه منها وحده، واحد البياسه اخرى منها وحده، واحد البياسه اخرى منها وحده. فدار لهم الصون البنات عرفتي شنو هي 99 درهم، راه همزه جلابه كاليتي زوينه. الناس اللي تلاقيت معاهم تما قال لي خديناها فاش يلاه بانوا، قال لك الثمن طالع. وشوفوا البنات اللعيبه ديالها طريزه، فيها عين وفيها الالوان كلهم باش عجبتني هاد الجلابه، فيها اللوينات كلهم. تقدري دخلت معها انا هذا، تقدري تدخلي معها اي لون ها الشيبي. قالت لي بنتي قول لهم الشيبي، دخلت اختي معها الشيبي، تقدري تدخلي معها الغوز الخضر الذهبي. المهم جلابه واعره بزاف، واعره 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 كتحمق اختي الباج هذا. يلا البنات ان شاء الله نتوما معايا شي اختي نتقدى ونرجع ان شاء الله واحد الفيديو غادي يكون واعر، انا متاكده الفيديو غادي يعجبكم. يلا تبعي صحابات. صراحه البنات كنبغي نصور لكم في الماشي ديال سيدي مومن، عندنا هنا في سيدي مومن كنبغي نصور لكم كنبغي هذا، ولكن الصراحه ما كنلقاش كيفاش الدنيا البنات كتكون عامره فهمتوا، وما كنقدر الصراحه شي بلاصه اللي كتبان ليا ما فيهاش الناس خاويه، شي سوق الا مشيت هكا شي سوق كيكون خاوي ما فيهش الناس، شي بلاصه هكا كنصور لكم.
راه حلبات المارشي عندنا في ديما من صغير شويه وشي حداشي، فكنخاف نشد شي واحد، فكنقول من الافضل تنجي للدار ونبارطاجي مع البنات الخضراء وداكشي اللي كنتقدى كامل. المهم راه غتفهموني، اما انا البنات راه كنبغيه وكنشارك معكم النهير ديالي في الزنقه، شنو كندير في الزنقه من غير الدار. ملي كنكون غاجا نتقدى كنبغي الاجواء، دوك الاجواء ملي كنكون كنصاوم، حيت انا اختكم راه كنصاوم ونشوف الحاجه اللي غتسلكني، وماشي غير انا راه كلنا كنديروها. ولكن اختي، وزائد حاجه اخرى، التليفون اختي ما نكذبوش كيكون البراني في سيدي مومن، كنخاف اختي على حويجاتنا، فبايمكن شاركوا معاه في اللي كاين. المهم البنات، الدنجال صراحه الدنجال قال لي البنات صراحه قال لي 5 دراهم، والفلفله قال لي 5 دراهم الكيلو الفلفله. انا خلطتها ملونه، كاينه الحمراء والخضراء والصفراء. ثم البنات جبت غير واحد الرويس بقى عندي في الشبيكه، وهنا البصله شحال قال لي البصله، البصله واقيلا قال لي حتى هي شحال قال لي، واش 4 دراهم ولا 5 دراهم وقيلا البنات قال لي 5 دراهم. والله ما عقلت واش 4 دراهم ولا 5 دراهم، ما شديوش عليا البنات، جبتها البنات. المهم جبت 2 كيلو، لا المهم البنات خديت 2 كيلو ب 240، قال لا انتم البصله 120، تبارك الله عليا واخيرا 120 120، خديت 2 كيلو ب 240. وهاد البنات صراحه ديال التنظيف ما بقى عندي والو، ما بقاش عندي اختي. جبت البنات هذاك، جبت هذاك ديال ديال ليكيد ديال الحويج، وقيله 35 درهم ديال الصابون ديال الكف، ريحته كتكون زوينه وكيخرج الطبيع، وقيله كيكون شي طبيع اللي عاصين كنديروا لهم باش كيخرجوا ليا هاد الداسطه. البنات هذا زوين اقتصادي، كيدي ليا مده طويله، كندير غير نقطه كيدي ليا مده طويله، عكس ملي كنجيب داك ديال 5 دراهم الصغيور ما كيديش ليا والو. البنات كتشوفيها هي كتشوفي ان داك ليكيد هو هو كيتلصق بحال هكا، ولكن ما كاينش فيه الرغوه. هذا البنات واعر، مستر بيتا هو جبتو كما شفتو، كانت محتاجاه وكنبغي نمسح البوطه هذا. تقريبا قلت لكم البنات راه سالا ليا كلشي كلشي، راه باقي ليا الدجاج ان شاء الله، ماشي دابا حتى الغدا نجيب واحد الدجاجه بحال هكا تكون صغيره ونقسمها باش شدي ليا وكتاتني واحد السيمانه، حيت جلست بقيت جالسه في الدار حتى كلشي ساله، والمارشي شويه بعيد عليا. واحد المتتبعه كانت جات عندي مشيت انا وياها، قالت لي دنيا المارشي اختي على رجلين عندكم بعيد، قالت لي صحابني مارشي غير حدا الدار، وحدايا البنات السوق، حدايا السوق البنات هكا من غير المارشي، ولكن ما كنبغيش نمشي ليه، ما عرفتش علاش انا مع راسي ما بقيتش كنبغي نمشي ليه. صافي اختي، وجبت البنات كيلو تاع السردين، قال لي مسكين السردين داير 360، قال لي وانا خليته لك اختي ب 300، ما عرفت واش بصح البنات ولا زعما واش نقص ليا ولا لا، المهم تقول لي في التعاليق واش زعما قال لي على قال لك زعما انت نقصت لك الكليانه ديالتنا، خديت لك غير ب 300 ولكن قال لك ورا 360. انا اليوم مشيت للسوق صراحه، اليوم ماشي وقت السردين، السردين كيكون زوين نهار السبت، والسبت كيكون زوين. المهم البنات حيت اليوم ماشي وقت السردين، داكشي علاش قلت لكم بحال هكا. صافي اختي اش غنقول لكم، درت الفريت فلفله، كنحمق على الفلفله والدنجال حتى الاخر، وغنهضر معكم على القضيه ديال الدنجال. عرفتي البنات ما كنتش كنبغيه، دابا نعاود لكم في الاخر لا فيديو تفهموا. صافي اختي غنغسلهم ان شاء الله، نخليهم البنات يتسقطروا وغنمسحهم مزيان مزيان، حيت كيبقاو الفلفله خاصها تمسح، حيت الا دخل فيها الماء لداخل مشينا فيها غتردق عليا البنات كامله. شي حاجه اخرى بغيت نقولها، كنحاول تفكر البنات داكشي اللي باغا نقول لكم، شي حاجه بغيت نقولها لكم، كنبغي زعما ما نبقاش ننسى وانا كندير الفيديو، ولكن اختي قبلي عليا، اختي قبلي عليا، حيت كاين اللي كتقول لي كتفقسي بديك نسيت شي حاجه بغيت نقولها لكم. اختي سبحان اللي ما ينسى، اختي سبحان اللي ما ينسى، ياك اختي بعدا غير كنغلطوا حوايج بصط في اليوتيوب، راه اليوتيوب راه فيه العجب الحمد لله ونشكروا، حنا ما كان هادي وحد ما كان لوحو البطل لا حد، ما باغي نطلعوا محتوى بحد، كنطلعوا محتوى بداك الشيء ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله ربي يعاوننا فيه، ما كان ادي وحد. انتم البنات راكم شفتوني ما كنتلصق في حد، ما كنمشي ندير مينياتور باش نطلع شي، باش نطلع مع شي حدا، راكم شفتوني البنات والله العظيم الا كافيه شري كيفاش كيقولها كافيه شري خيري، وغدا في وسط الحيط والله باغا غير نعيش انا وهاد البنيته باللي قسم، داكشي غنشد من القناه بارك عليا، واخا غير 500 درهم، واخا نسد بها غير واحد التقبه كما كيقولوا، وما ندير شوهه ما ندير فضيحه. صافي اختي نقيت الدنيا وقررت الفلفله وداكشي ديالي كامل حيدتو عليا، ها انت اختي. والكوزينه المهم البنات ضبطتها لها بواحد الغسله لامي عينات، وديك الشبكه بعدا خويتها كامله، هاد الشبكه اللي كتشوفوا قدامكم خويتها كامله، وجبت لك واحد البانيو اختي عامره كيفاش كيقولها متخ تخ تيدو جافيل،
وفركتها مزيان والحيط حكي شويه البنات، ولكن راه والو الحيط ديما هكا اصلا، والغموليه اللي فيه فيه البروده. جبت واحد المعلمين صاب لي الروبيني ونشوف امتى البارحه هو يقول لي فايت جاي مصيب هذا الروبيني شحال هذا قال لي قديم قالك فايت في 2010 وما عاد قالك جاي مصيب هذا الروبيني ما قلتش قال لي زعما قالك كاين البروده في هذا الحيط زعما من زمان. ايوا اختي قلت ليه قال لي كنصبغوا كيعاودوا يرجع نفس الحاجه. انت اختي الفلفله كانت هنا رديتها البنات هنا محدا البطاطا وخيت الدنجال بوحده صافي. البنات درت المقيله كتسخن ونمشي ان شاء الله دابا البنات غادي نصاوب غنصاوب الشرموله ديال الحوت نديرها للحوت ان شاء الله. كنبغي البنات الحوت هكا يبقى واحد نص ساعه بعدا مشرمل باش يلا كيجيبني حيت اليوم تقريبا شي ثلاثه ديال السوايع دوزتهم البنات غير في التقضيه والله المارشي عامر اليوم راه لا بحال المارشي عامر ديال بصح وصافي هذا مكان. وش نقول لكم البنات والله الا تلفات ليا المهم صراحه راه الفيديو اللي كنت درت لكم راه نعاود نهضر لكم عاوتاني صراحه البنات كنت تلفت. كاين اللي دخلوا عندي الواتساب صحاباتي وكيدوني ما عندكم لا الشخه في هذا الشيء اللي انت خايفه منه شي حاجه تافهه وبسيطه، ولكن البنات انا اللي حاسه وانا اللي عارفه شنو كاين شي حوايج ما كنبغيش نقولهم لكم لان كاين شي ما كنبغيش نقول لكم الصراحه. المتبعين ديالي نتوما كتبغيوني كتبعوني حيت كتبغيوني وحيت باغيني نوصل، ولكن البطره ماشي غير في اليوتيوب راه حنا نحيدوا اليوتيوب انا ما عنديش كاع يوتيوب راه حنا في الحياه الواقعيه ديالنا وكاين الناس اللي ما كيبغيوناش بدون سبب. كتقولي علاش داك الانسان ما كيبغينيش كتقولي بدون سبب زعما ماشي بالضروره تكوني دايره ليه شي حاجه. فهادشي ما كنبغيش البنات نعاود لكم التفاصيل شي نهار شي حاجه ما قلتهاش لكم راه كنكون عارفه علاش لان خايفه ما تكونوا معايا في الخاص كنعاود لكم كلشي. المتبعات ديالي راه كاينين اللي عارفين دابا شي حوايج كعاودت لكم شي حوايج حتى وحده ما عارفينهم في الخاص، ولكن في اليوتيوب البنات كنحاول نتجنب نقول شي حاجه اه وشي حاجه لا. نتوما كتزيدوني ما بقاش تعاودي كلشي كنتو كتقلقوا مني كاع بعض المرات كتقلقوا مني كتزيدوني كتعاودي كلشي صاحبتي كلشي صاحبتي ومني كتوقع لك شي حاجه كتبقاي تجي تبكي علاش وهذا راه انت اللي كتبقاي تهضري نية ترى راجل الله يرحمه مسكين ويوسع عليك يقول لي دنيا انت نية كتعاودي كلشي كتبقاي واش كيقول لي والله الا كيقول لي مسكين كيقول لي واش كتسحبي كاع اللي كيتبعك في اليوتيوب راه كيبغيك كيقول لي راه المتبعين ديالك اه ولكن راه كاين شي وحدنا دنيا اللي كيعرفونا اللي كيعرفونا دنيا وما باغينش لنا الخير ما تبقايش تعاودي كلشي صافي. موراها البنات بديت كنحاول تكون عندك كيفاش كيقولها ديك المناعة ديال مابقاش نعاود اي حاجة هي كنبقى دارني لساني ونقول خصني نعاود للبنات ناري عندك صحابوني كتبت عليهم ناري عندك صحابوني درت ليهم لا كنقول في عقلي ولكن البنات ملي غادي يفهموا راه غادي يحسوا علاش انا كنخزن هذا الشيء وعلاش ما قلتش هادي وقلت هادي. وكاين صح البنات شي حوايج اللي كان راجلي ما نعني نقولهم الله يرحمه ويستر عليه لحد الساعه كيولي دنيا شي حاجه شخصيه ديالي ما تقوليهاش شي حاجه عندها علاقه بيا ولا اي حاجه محطوطه فيها سميتي ما تقوليهاش في اليوتيوب. وكنت صراحه البنات محترم الراي ديالو كما كنحترم الراي ديال بزاف الناس اي واحد ما كيبغيش يدير شي حاجه ما كنفرضهاش عليه سواء بنتي سواء راجلي سواء اي بنت ولا اي متبعه معايا. فهاد الشيء علاش صوبت الحوت شرملته درت ليه اختي العطريه ديالو داكشي كامل درت ليه العطريه ديال الحوت جبتها معايا من عند العطار كتجي صراحه زوينه. هنا البنات الفريت راه صافي نشف من الماء حيت انا كنخاف البنات من الفريت على قبل كيطير لي اختي مع الزيت وداكشي كنخاف كنخليه في الشبيكات. كنت خديت هاد الشبيكات من بيبلا كنت عقلتو على قبل هاد الشيء هذا لان كنبغيهم يتسقطرو مزيان. الفلفله هي البنات راني هي نشفات وملي غنبغي نقليها غادي نمسحها ضروري اختي كنمسحها لانها كتشد الماء وكترضق كترطق واحد الطرطق خايب. الدنجال البنات كنحماق عليه ما سبحان الله العظيم غضحكوا عليا ما كنتش كنحمل الدنجال سبحان الله راه كيكون الكره من بعد عداوه كتجي محبه انا والدنجال اختي تحبين عرفتي علاش كنت كنكره شي حاجه سميتها الدنجال شي حاجه سميتها زعلوك كنت كنكرهها ولكن جات واحد الوقت البنات ولا عزيز عليا الدنجال ناكل زعلوك ناكل فهمتي فعلا راه الاذواق كتبعد المرات كتقلب ما كيكون واحد ذوقك في واحد الحاجه وما كتبقايش تبغيها وكتمشي لحاجه اخرى هذه حاجه كاينه والله. كنسلق في الباربه ما غاديش تبان لكم حيت الفار كنسلق اختي في الباربه ندير ان شاء الله باش واحد الشليضه كتجي البنات غير بالباربه بوحدها ما كندير معاها حتى حاجه كندير غير الباربه بوحدها كنقطعها وكندير عليها شويه الربيع شويه ديال هكا شويه ديال البزار شويه ديال الخل شويه المليحه كتجي البنات واعره كتجي خطيره. دابا ما كتبانش لكم مع الفار وما اختي مخليها اختي تسلق على خاطرها صافي وهنايا راه الغديوه ان شاء الله الحوت غادي نقليه دابا صافي وان شاء الله نكمل معكم فيديو ديال اليوم. ديري ان شاء الله واحد الشليضه ديال الباربه راه سلقت الباربه سلقتها بقشوره البنات صراحه انا كنسلقها بقشوره بعد واحد صاحبتي كانت سلقاتها بلا قشور عرفتي البنات ملي سلقاتها عرفتي ولات بيضاء
فانا اختي ما كنحيدش لها اختي القشره ضروري باش كتبقى ديك الحموريه ديالها اللي فيها الفائده. صافي اختي قررت هكا باربه جبتها البنت ديك الربطه كامله درتها صافي وحتى بردات وعاداش درتها في هنايا غندير البنات شويه ديال البزار شويه ديال الخل شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت درت واحد شويه ديال الزويته صافي البنات والربيع ضروري خصني نقرد الربيع حتى هو باش كيجي داك كيجي داك اللوين وصافي خضر هكا كيبان وصافي وقرطو صغيور صافي ها نتوما شويه ديال الخل شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه صافي علاش البنات دابا يلاه قرطتها حيت دابا صافي تقرب يطيب الغدا صافي داكشي علاش ما نديرش عطريه دابا العطريه ماشي شي حاجه البنات غير الملحه والبزار غير الغديوه ديالي اختي وجدات يا اختي حتى هاد الخبزه البنات فوق الطبلاق ما كنتش غنصور والله البنات الا كنت غنسعى عاوتاني وانا نقول في عقلي اجي كاع ما صورت البنات الغديوه كيفاش جات صافي البنات هانتوما الفريت كيفاش جا هاد الفريت صراحه البنات ماشي ديال القليان قال لي ديال القليان ولكن صدق ماشي ديال القليان ماشي مشكل فيها خير هانتوما البنات الشريضات اللي صايبت ديال الباربه وهنا البنات انا صراحه قلت في عقلي بركه دنيا من ديك قوه الطباصل الطبصيل فيه الدنجال طبصيل فيه فلفله درت البنات الطبصيل متنوع اختي طبصيل واحد جهه فيها الحوت جهه فيها الدنجال جهه فيها الفلفله الله يجعل اختي شي بركه اختي باش ينقصوا علينا اختي الماعنه اختي مره مره نقصي عليك الماعنه اختي ما تبقايش اختي طبصيل التاويل مره مره ولكن اختي ماشي ديما مره مره اختي مره مره اختي نديرو عين ميكا ما فيها باس صافي اختي غنتغداو ان شاء الله البنات شوفوا اليوم غادي نخرجكم معايا وغنخرج اسراء بعدا اسراء هاد العطله ما خرجت مسكينه حتى شي بلاصه غادي نديها ان شاء الله شحال وهي طالباني على واحد البلاصه ما بقاتش مشات ليها مده تخيلوا بنتي قلت لكم ما مشاتش ليها تقريبا شحال دابا ماشي ربع سنين تقريبا ولا 3 سنين ما مشاتش لديك البلاصه مشات ليها ملي الله تزادت كانت يلاه عندها عام وما بقاتش حتى اللي مشات ليها حتى ولات عندها ما عادش شي ربع سنين وما عادش 5 سنين ولا ما عادش 6 سنين ومراها ما بقاتش مشات ليها اليوم قالت لك ماما عافاك ديني واخا البنات غنتكرفص شويه في الطريق وهذا ولكن غادي نديها ولكن اول حاجه غندوز البنات لواحد البلاصه اخرى ندير نقضي واحد الغرض مع واحد السيده دايره معايا غتلقى معايا مورا الغدا المهم اختي اليوم كاين الاغراض كاين المهم كاين شي حوايج زوينين في الفيديو ولكن الفيديو غيجي طويل غادي نقسمو لكم ان شاء الله دابا غادي نقول لكم بسلام عليكم نتلاقاو غدا ان شاء الله ولكن انا راه في نفس النهار غادي ندير هذا الشيء نتوما غادي يولي عندكم الغد ديال اليوم فيديو وغدا فيديو ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله البنات شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا وإلا وصلتي لهاد اللقطه ديال الفيديو وانا كنهي معاك الفيديو كنقول لك شكرا بزاف يا اطيب خلق الله انك كملتي الفيديو ديال اختك دنيا وانك بغيتي تعاوني دنيا وبغيتيني نوصل ما كيهمكش والله العظيم لا ما كيهمكش شنو عند دنيا ولا شنو كتلبس دنيا ولا الفراش اللي عند دنيا ولا اخر موديل التليفون دنيا ولا اخر موديل الدار دنيا ولا كيهمك المعدن ديالي كنهمك انا كدنيا كشخص كنهمك انا حيت ما كتبعينيش حيت باغا تستافدي مني شي حاجه بالعكس كتبعيني حيت باغا تعاونيني اختي كنقول لك شكرا لك بزاف بزاف وكنبوسكم هنا كنبوسكم كاملين اي ام ما قدرتش نتلاقى معاها ولا اي اخت كتبعني وكتبغي تلاقى معايا وما كتبش نتلاقاو اختي اختي بسلك يدك ميمتي وبسلك راسك اختي وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير تهلاو في راسكم صحباتي.